يجب لا يجب ان لا يجب ان نحول الحقيقه الثمانينات آه. كيف شو ما دفعت ما دفعنا شو نذكرك في 86 ونحن نذهب الى مكسيكو خرجنا من الدور الاول في مصر في كاس افريقيا التي قامت اليوم الدنيا عندما خرجنا من الدور الاول في الكاميرون. اذكر هؤلاء باننا في 86 ونحن متاهلون الى مونديال مكسيكو خرجنا بخيبه كبيره في مصر. انا اتذكر وانا لست شاب في العشرينات. اقول لك شيء اخر معلش. في الثمانينات يا الاحسن قمنا يعني جرينا دوره نهائيه اين في ليبيا كنا الوحيدين في افريقيا الذين يمارس كره القدم على العشب الاصطناعي رفقه ليبيا. لم نتعدى الدور نصف النهائي في مجموعه نهائيات بثمانيه منتخبات. اذكرك يا الاحسن باننا وصلنا الى النهائي في 1980 واخذنا 3 أهداف في النهائي امام نيجيريا. اذكرك ايضا في 88 تاهلنا بفضل يعني تيراج وصور لا اكثر ولا اقل في المغرب عندما كان معيش الف رحمه عليه في تلك المباراه القويه وعندما دخل وهو يعني يعاني من كسر. اذكرك ايضا باننا فزنا بكاس افريقيا في الجزائر وليس خارج الجزائر. اذكرك بنكسه زكي نشور في 92. اذكرك باننا لم نتاهل الى كاس افريقيا في يعني في تلك الفتره على مدار ثلاث مرات لم نتاهل اصلا الى نهائيات كاس افريقيا. لذلك انا عندما استمع الى البعض يقول لك باننا بلد كره القدم انا عندما التفت الى الخزانه لا اجد سوى كاسين افريقيتين. اما التاهل الى المونديال فهو انجاز وليس اسمح لي انت عندما تحدثت على المغرب يا الاحسن تحدثت على المغرب اذكرك بان المغرب في 86 تاهلت الى الدور الثاني الذي لم نصل اليه الا في 2014. لذلك كل هذه المعطيات اليوم تعطيك باننا لسنا بلد كرة القدم. نحن شغوفين بكرة القدم والله يا الاحسن عليه الف صلاة وسلام. شوف نحن شغوفين بكرة القدم لكن عندما نعود الى الخزانة اجد مصر بلد كرة القدم، اجد نيجيريا بلد كرة القدم، اجد الكاميرون بلد كرة القدم، اجد غانا بلد كرة القدم. اما الجزائر وتونس والمغرب هذه بلدان لديها جماهير شغوفة بكرة القدم وليست بلد كرة القدم. صح. انا اذكرك بشيء اخر يا الاحسن، اذا اردت ان تتحدث على بلد كرة القدم هناك عاملين علميين لا ثالث لهما. اولا عدد الممارسين لكرة القدم. صح. ونحن نمتلك احصائيات جد ضعيفة في افريقيا يعني في هذا الجانب والتتويجات ونحن ليس لدينا سوى كأسين افريقيتين لا ثالث لهما. لذلك هذا الحديث هذا حديث اخر على كل حال لكن لا يجب ان نمرر يعني هذه المعلومة ونقول هذه وجهة نظرك هذه وجهة نظرك التتويج هذا ليس وجهة نظري. هل لدينا 5 رؤوس افريقيه؟ هادو ما راهمش مطلوع هادو هما الاحصائيات اللي راك تحكي عليهم. كاين ظروف واحد اخرين لو كان يدخلوا الاحصائيه تاعك هادو ما يسون با هذا في التحليل ما يكونوش يسون خويا هذا في التحليل. انا اتكلم على النتائج النتائج اليوم عندما افتح الخزانه اجد كاسين افريقيتين الثانيه تحصلنا عليها منذ سنتين بفضل جمل بالماضي. عندما اتحدث على عدد المشاركين في كره القدم يعني الذين الممارسين لا اجد عدد يضاهي لا نيجيريا ولا مصر ولا غانا. التطوير على كل حال 82 ما شوف انا نقول لك تسمى الجزائر هادو اللي تحكي عليهم انت كاميرون تونس مغرب مصر هادو كاع كانوا مورانا هادو ما. من الذي يقول هذا الكلام؟ مصر ورانا تحكي بارماريس تحكي اداء مصر ورانا اداء جامي كانوا شوف المصروة عمرهم ما جاو داروا سيري معنا يا توانسة في العشرية سوداء بالك حنا توانسة كانوا مورانا والمراركة كانوا مورانا. أنا أتذكر في 78 يا نحسن وقت بودربالة وقت الخطيب وقت يا نحسن أنا أتذكر في 78 شوف أتذكر في 78 عندما أوقعتنا في سبعينات عندما أوقعتنا القرعة مع تونس وانتظرنا دحلب مموس انتظرناه بفارغ الصبر في تلك المباراة. عتوقة قام بمباراة بطولية وأخرجونا من التصفيات. كيف نتحدث على تونس وهي أول منتخب يعني عربي يصل إلى يفوز بنهائيات تونس منهم. أنا يا فريد ربما لا أشطرك الرأي في نقطة فقط ربما في نقطة فقط لما تقول الجزائر ليس بلد كرة القدم نملك المنتخب أفلان
انا ما نشفش يعني بكري، لا اتذكر، لكن يقال انه صنع الكثير للكره الجزائريه، مشينا منح يعني منح نادي اخر بروفيسيونيل لكره مخلوفي القدم العالمي. سوكان ماذا نطلق ايه اخر اسمه لعبه؟ انت تتحدث على مجموعه من اللاعبين الذين كانوا يمارسون كره القدم في فرنسا، نعم، تركوا النفس والنفيس والتحقوا بالقضيه، قضيه محترفين استقلال الجزائر. كانوا محترفين، ايه نعم، مخلوفي وسوكان والعريبي وكرمالي ورواي والكثير، كثير. وزوبا والكثير. لأن أنت تتحدث على قضية أخرى، هذه قضية التزام ونضال يعني رفعها جل اللاعبين الجزائريين الذين كانوا ينتمون إلى، لكن كانوا يمارسون كرة القدم بصورة جد زيتوني هذا شيء آخر. أنا أتحدث بمنطق بلغة علمي، الأرقام المنطق العلمي يقول البلد كرة القدم هو الذي يمتلك خزانة مليئة بالتتويجات، مثل مصر مثلا. بلد كرة القدم هو الذي تجد فيه عدد الممارسين لتلك الرياضة عدد جد معتبر، لا هذا ولا ذاك موجودة في الجزائر. لحسن يتحدث على الشغف، نعم لدينا جماهير شغوفة تتنفس، هو كان لاعب كرة قدم يعني شغف. لا شغف، ربما يحكي على شغف أولا، وثانيا يحكي على نوعية اللاعبين. يعني هناك نوعية لاعبين قدمتها الجزائر لأوروبا. هذا رأي أمين فريد. أمين. نوعية اللاعبين، أنا أيضا لدي جواب لهذا المعطى. نوعية اللاعبين، لدينا 3 لاعبين فازوا بالكرة الذهبية الإفريقية. لو كان لديك نوعية أكثر وأجمل وأرفع وأحسن من بقية المنتخبات لوجدت اليوم عندما تلتفت 15 لاعب جزائري رفع الكرة الذهبية. لدينا بلومي، ماجر و محرز. لا أكثر ولا أقل. لا محرز يعني ماجر بن شيخ، ماجر بن شيخ 76 نورمالمون يدي، تقدر تحطه في درجة أولى. لم يرفع الكرة الذهبية، نقول لك نورمالمون يدي هذاك الوقت نتاع نورمالمون غير موجودة في قاموس الكرة الجزائرية، غير موجودة في القاموس نتاع لاك تقول عليه بالصح. في الكواليس اللي كانوا هذاك الوقت انت بالك ما كنت، كنت بالك في تريبين. انا كنت موجود، يا شوف كنت موجود في تريبين. لا ما كنتش في الكواليس.